احمد عيطولو عايشه راجل في تونس قبل ما يولي احمد؟ لا مش عايشه راجل، عايشه راجل ما عندها معنى يا اخو. شنو هو معنى عايشه؟ سمعتها وانا صغير. اي شنو معناها ترى؟ شفناها احنا في التلفزه هكا ولا دليله. عايشه راجل هي البنيه اللي عندها تصرف ذكوري. اي تصرف ذكوري مسترجل. عايشه راجل. مترجلة. ها؟ مرأة مترجلة. بالعربية مرأة مترجلة. مترجلة. ماشي جاية ماشي. مسرحية. أكيد لغويا طبعا. مسرحية نواري ما نعرفش المترجل هو ماشي. هذه لغة. كما لا شو اسمه معناها ياخذوا اللي ياخذوا لي لزبيان الكل يسميهم عايشه راجل معناها عايشه باقي مع البنات وعايشه باقي مع عندها معناها دي فريكونتاسيون مع الذكر الى اخره لكن سني با ديفينيتيف ان شوا ديفينيتيف. احمد عندك امل انك تشوف امك؟ لا امي نشوف فيها. اه تمشي كل شهر تمشي؟ لا امي تجيني بالسرقه يعني نقابله في تو ما عادش بربي هذايا تو من بعيد بالسرقه باش تقابلك. اه تو هكا فضحناها امك. امي؟ ايه ليه اسمع خويا كل شيء. ها؟ علاش تجيب السرقه كيف تلزق امي؟ امي امي احسن حاجه اللي سمعتها من عندها وقت اللي خرجت من الاختبار نتاعي وخذت الموافقه في الوقت في مصر كي هزت التليفون خاطر انا قلت لها باش نمشي نشوف مع الاطباء وبعد نقول لك خاطر ما نجمش نحكم على روحي تويكا. أنا الأول ما كنتش متأكد يعني باش خاطر فما معايا الترونس وطاحوا في الاختبار نتاعها. تسمع دليلة عندهم اختبار كان ما ينجحوا فيه ما يكملوش. كي هزت أنا هابط في الدروج وأمي كلمتني. قالت لي شنو هي وليدي لاباس؟ قلت لها يا أمي راني أنا أذكر مانيش أنثى. نتي كيما غير ريزلتا الباك يبداو يستناو الأهل. أي شفت أنت ريزلتا؟ قالت لي لا تهولي ربي مبروك أنثى ولا ذكر. من وقت بلعت العالم الكل امي بجنبي شنو هي حاجتي بكلم العباد كلام العباد حتى لابس عليا يسمعوا فيه يعني مانيش متقلق من كلام وليت عيط لك احمد بكل سهوله ولا قعدت يا بنيتي يا ولدي يا ولدي كيفاش كل انا عزيزتي عندي امي اي امي مراه كبيره زاد هو عزيزتي ملي حكيت لها امي كل شيء قالت وليدي ديما تعارف تقول لهم احمد يعني كي واحد يجبد عليا باسمي تقولوا لي هذاك ولدي ولدي الحلينة ذاك حتى حد ما يقول له انا اللي تعاطفوا معك في الدار زوز نساء اي ونساء الكبار عزيزتي مرة كبيرة اخواتك الاولاد معناها بالنسبة لي عندي اختي واخويا بالرغم اللي ربي سامحني الرخصة في مصر معترفين بها في تونس لا انا عاودت الدوسي من الاول جديد اي فما حاجة في تونس هكا معناها كيما في مصر يقبل ما فهمتش انا شو انا كي روحت من مصر على اساس فرحان قلت اي خاطر الاطباء فميك اللي ندخل له في الاختبار يقول لي انت جاي من تونس واحسن طب عندكم في تونس يعني جاي لتونس على جاي قال لي احسن طب ديجا جبتوا عبد الرسول محمد عبد الرسول طبيب الاعضاء التناسلية جبناه في برنامج عندي ما نقول لك قبل 2015 استدعيناه وقتها مع زاد حاله نتاع ترونس في بالي باش نخرج معاه. بخامس متعجبين علاش جاي لتونس؟ قال لي احنا الاطباء يعني الباهين في تونس.